مش هادي ومدمج موقع. بصراحه احنا مع حضراتكم في لايف كتير من مدينه طنطا محافظه الغربيه، عدد كبير جدا من توافد الناس اللي جايه النهارده تتبرع بالدم في مدينه طنطا، متخصص ثلاث اماكن في محافظه، منطقه الاستاد ومنطقه المحطه في مدينه طنطا ومنطقه مسجد الشامي في بالمشحمه في مدينه المحله. كل الناس متضامنه مع اخواتنا في غزه ونازلين عشان يتبرعوا بالدم. مؤسسه الحياه الكريمه والتحالف الوطني النهارده اول من بيبداوا بانفسهم في تحالف التبرع بالدم لاخواتنا في غزه. يعني يمكن احنا معانا كمان اللي هيكلمنا عن حملات التبرع وعدد توافد الناس من اول بدايه اليوم. استاذ حضرتك تعالي معانا، عرفينا بقى بنفسك. مع حضرتك ساميه مروان، متطوعه بمركز حفظ زياد حياه كريمه. استاذه ساميه، انت هنا متواجده من الصبح، كلميني عن التوافد بتاع الناس في التضامن مع اهالينا في غزه. التوافد كان النهارده بشكل مكثف جدا واقبال واسع من قبل المواطنين في مركز طنطا، جميع مراكز محافظه الغربيه، طبعا تضامنا مع القضيه الفلسطينيه والامل انا شايفه ان مؤسسه حياه كريمه والتحالف الوطني الاثنين بيبدعوا بنفسهم في التبرع. يعني دايما يا فندم يعني لازم نكون طبعا قدوه، لان دعم القضيه الفلسطينيه مش مجرد اصوات. دعم القضيه الفلسطينيه يعني زي ما حرص حكومه الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا كان هو دايما القائد والقدوه لجميع الدول العربيه، وحرصه الدائم على اشقائنا وعلى دايما استعداد تام في كل خير وكل الدعم. حاطين رقم ثابت يعني للتبرع بالدم، كلميني عن طريقه التواصل مع الناس اللي عايزه تتبرع وهي مش متواجده هنا مثلا في المحافظه. بتتم من خلال صفحه حياه كريمه على الفيسبوك، مكتوب عليها بوست بجميع الارقام للتبرع، سواء كان تبرع مادي او تبرع عيني، جميع المساعدات الانسانيه. طبعا انا لو مش عارف اتبرع ازاي، ادخل على صفحه حياه كريمه على الفيسبوك، هلاقي كل الارقام وكل الاماكن وكل الفرص اللي تسهلني ان انا اقدر اتبرع، سواء بدعم مادي او بدعم اي مساعده انسانيه. هنا في المحافظه الغربيه قالوا ان في ثلاث اماكن. النهارده حضرتك احنا متواجدين في محطه الانبار، وان شاء الله هنبقى متواجدين في محطه الاستاد ولايه العالم ان شاء الله، في المحله الكبرى ان شاء الله. دول الثلاث اماكن اللي موجودين للتبرع بالدم تضامنا مع اخواتنا. انتوا متواجدين من كام لكام؟ الساعه كام لكام؟ احنا متواجدين من الساعه 10 الصبح ان شاء الله، موجودين لحد اخر يعني مواطن يقبل علينا لحد ما نخلص خالص، تمام، متواجدين علينا خلص امر التبرع بالدم. بشكل ملحوظ عدد كبير جدا من الناس اللي متواجده من اول اليوم. دي طبيعه المصريين، دايما صادقين، دايما الشهامه، دايما الجدعنه. المصريين طول عمرهم كده، دايما في الازمه تلاقي المصري هو اول واحد يقف جنب اخوه العرب، جنبا لجنب، صف واحد، حقيقه واحده، غزه في القلب، غزه في الوجدان، فلسطين بلدنا. يعني خلينا نرصد الناس العدد اللي ورا حضرتك كده، وانت كمان كلمينا عنه، احنا شايفين عدد كبير جدا جدا موجود. ايوه اللوكيشن ده في ظهر الحمله ماشي. عدد كبير جدا من الناس اللي متواجدين، زي ما سمعنا كده المصري اول سبب الخير والدعم لاخواتنا المصريين كل مكان. كده هنا من اول يوم، كلميني عن عدد الناس اللي متواجدين لتبرع بالدعم. احنا نازلين النهارده مؤسسه حياه كريمه تنفيذا لاوامر سياده حكومه رئيس الجمهوريه وتنفيذا لمعالي رئاسه الوزراء، تضامنا مع اخواننا في غزه. عملنا حمله التبرع بالدم ديت، وعايز اقول لك ان من انجح الحملات، لان الشعب المصري متضامن تضامن كلي. عايز اقول ان احنا كشعب مصر واننا كمصريين لابد من احترام سياسات دولتنا وسياسات رئيس الجمهوريه بشكل ملحوظ. حياه كريمه بدات بنفسها النهارده من اول اليوم مع توافد الكثير من المواطنين. كثافه حياه كريمه النهارده عن محافظه الغربيه، يعني خليني اقطع حضرتك كل المراكز، يعني انا موجود النهارده معايا بنتكلم عن الشاب اللي انا شايفاه وراكي ده. يعني انت واقف، انت كلميني عنه وهو واقف متبرع بالدم، واقف بيشتغل وبيساعد. محمد مصدر من الشباب
المتطوعين لحياه كريمه ما شاء الله عليه. طبعا جاي من مركز زفت النهارده، خلي بال حضرتك احنا طنطا، هو جاي لنا من مركز زفت النهارده منورنا على مسافه كبيره طبعا لكل الناس اللي مش عارفه المسافه دي. الواجب الجميل الوطني اللي احنا كلنا نازلين عشانه النهارده احتراما وتضامنا وحبا لشعب غزه. عايزه اقول لحضرتك احنا بعدنا متطوعين اهوت ما شاء الله، مسؤولين كمان عن مراكز في محافظه الغربيه، مسؤولين عن مركز طنطا، مركز زبده، الناس جايه من جميع مراكز طنطا النهارده للعاصمه اللي هي طنطا النهارده تضامنا. يعني عايزه اقول ان احنا دايما مركز كافي زيات الاستاذه ساميه، احنا دايما بنقول لما بيبقى في حاجه مسموعه قوي 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 بنقول احنا شعب الغربيه، يعني احنا غربيه وشعب شعب ايد واحده واقف ان شاء الله متكاتف وكله نازل. وعايزه اقول تحيا مصر دايما ومحفوظه مصر دايما، ودايما احنا موجودين بقوه نمد يد العون لكل المسلمين وكل العرب، وان شاء الله فلسطين منصوره، وان شاء الله رئيس فلسطين منصوره ومرفوعه باذن الله ان شاء الله. انت يعني من اول اليوم واقف وبتتبرع بالدم وواقف وبتساعد كمان، كلمني عن التبرع ده، يعني انت نزلت عشان تتبرع وانت متضامن مع شعب انا جيت النهارده من مركز زبتة مصر الغربيه طنطا هنا عشان اتبرع بالدم، بكون واقف مع الناس اجيبهم هنا واسهل على الناس انها تتبرع بالدم. ده طبعا حاجه قليله جدا بالنسبه للشعب المصري، ده يعني اقل حاجه نقدر نقدمها. انت جاي منين؟ مركز زبتة. من زبتة لحد طنطا عشان تتبرع بالدم وتساند اخواتنا المصريين. انا بشكرك يا محمد، كمل شكرا. الصنطة برضه الطنطا دي مسافه، كلميني عن التطوع والعدد اللي انت شايفاه من المواطنين ومؤسسين تطوعيه حياه كريمه. احنا جينا علشان نقف جنب غزه والدوله الشقيقه فلسطين، لان حكم علينا ان احنا نتبرع لهم بالدم. حياه كريمه طبعا زي ما هي معقوله انها دايما بتساعد في اي حاجه اجتماعيه داخل مصر او حتى خارج مصر. فجينا النهارده وان شاء الله الناس تتفاعل وتتابع معانا داخل خارج حياه كريمه، كل الناس جت وكل الناس بتشارك زي ما متابعين متواجدين متواجدين في كل مكان. يعني كمان الناس كلهم تعالوا، احنا طب حددنا لهم الاماكن الغربيه هنا فين؟ احنا محددينها هنا على محافظه الغرب هنا على عاصمه الغربيه طنطا. طبعا احنا عشانين طبعا فين كل شعب مصر، شعب مصر دايما جدع ورجالته جدعان، شباب وبنات وكبار وكل الناس الشعب كله جدع، واحنا اكيد ان شاء الله ان هم هيجونا واكتر من كده كمان ان شاء الله. الشعب المصري دايما متضامن. شكرا لحضرتك. أنا زي ما انتم شايفين كده عدد وكم الناس اللي متواجدين متابعين ومشاهدي موقع، بصراحه بشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع والمتابعه. كنا معاكم من امام اماكن المحاضره في مدينه طنطا لتبرع بالدم تضامنا مع اهالينا واخواتنا الاصدقاء في غزه وفلسطين. بشكركم شكرا جزيلا، نترككم جميعا في رعايه الله.